انا عايز الدين من الغردقه. ما تدوش دروس. اهلا يا عز، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. بعد اذن حضرتك، التدريبات فعلا بدات عندنا امبارح لسه. تمام، ده مش 26 كمان يعني. هو حضرتك مدرس؟ انا مدرس تربيه رياضيه ومسؤول جدول في المدرسه. انا عاوز اسال سيادتك سؤال. حضرتك اطلعت على الكتاب؟ لا مفيش حاجه عندنا لسه. هما لسه التدريب. طب في سؤال ممكن اسال؟ اتفضل دكتور. طيب. افضل عايز لسيادتك. استاذ عز، اللي بيدربكم استاذ عز، انت حاسس طبعا اكيد كمعلم. انا مدرس تربيه رياضيه حضرتك. تمام يا فندم، بس اكيد هتعرف تقيم اللي قدامك. هل المدرب المدرب التدريب بدا عندنا امبارح لسه اول يوم؟ اوكي يا فندم، اوكي. هم كانوا قالوا بدا من امبارح. المدرسين اللي هم بتوع الصفوف الاولى، يعني امبارح والنهارده انت حضرت التدريب صح؟ لا لا، ما حضرتش. انا احضر ليه؟ انا زمايلك. زمايلك صح؟ زمايلي حضروا بس لسه. هنقابلهم. هم قالوا لك ونقلوا لك. هنقابلهم يوم الاحد لسه. هل حسوا بجديد في لسه التدريب؟ هنقابلهم يوم الاحد. لسه هتقابلهم يوم الاحد. ان شاء الله خير يا فندم، ان شاء الله خير. اتفضل يا فندم، اتفضل. المعلم بيتدرب ده على شغله جوه الفصل، تمام؟ السؤال بتاعي، المدرس اللي هيدرس للصف الاول الابتدائي هيمسك الفصل من بابه زي ما هم قالوا، ما عدا اللغه الانجليزيه. طيب، ونصاب سنه اولى جاي لنا السنه دي 40 حصه في الاسبوع، يعني 8 حصص يوميا. نصاب المدرس ده هيبقى كام حصه في الاسبوع؟ وبقيه الجدول هيكمل بايه؟ هقول لك، انا هجاوب عليها. عايز اجابه صريحه بعد. شكرا. حاضر يا فندم، اتفضل يا دكتور. في جدول فترات الصف الاول ابتدائي حسب نظام التعليم الجديد المقترح كالاتي. لو احنا عدينا، هم عاملين نظام الفترات. نظام الفترات من الفترة ساعة ونص، يعني حصتين. كويس. هنعد مع بعض كده نوافذ اللغة العربية. فترة. قد واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. ست فترات. ستة. تسعة ساعات. ستة، يبقى ستة في ساعة ونص، يبقى تدينا كام؟ تسعة. تسعة ساعات. ماشي. في اليوم؟ لا، ده في الاسبوع. انا بتكلم في الاسبوع. الاسبوع. عندنا اللغه الانجليزيه. يبقى احنا كده لو احنا مشينا مع بعض عشان اللغه العربيه، عشان مستر عز يستوعب اللي هم حضرتك اربع مواد، يبقى بالتالي في اليوم الواحد هتبقى ست ساعات. يبقى الطالب مطلوب انه يدرس في اليوم ست ساعات بس. ما تخلينا نعملها حصر كده دكتور. بقى تربيه رياضيه وحاجات من كده وزائد الانشطه. لكن قصدي كتعليمي على استاذ الفصل ست ساعات. طب ما نعمل لها حصر كده ونجمع ال 40. هو فعلا 40. الانجليش ادي واحد، ادي ما طالما عارفين عشان وقت البرنامج بس، يبقى احنا عارفين النتيجه خلاص. هتجمع 40. اليوم عندهم بينتهي الساعه 2:30، من 8 الصبح ينتهي 2:30 طول ايام الاسبوع. ده اللي الخطه اللي عاملاها الدوله. الخطه دي هل انا اللي انا شايفاه كده برضو حيك صلح لي. الخطه كده يبقى في اليوم في ست ساعات، الست ساعات دي للتدريس ما موجود في الكتاب، والباقي انشطه. نعم. اللي هم الساعه ونص اللي باقيه او الساعتين. نعم. اللي باقيين. نعم. مظبوط. نعم. كده. نعم. كويس. مسمينها بقى ايه؟ وحدات متعدده التخصصات. كويس قوي. يبقى دلوقتي مفيش دروس، مفيش امتحانات لغايه ثالثه اعدادي. ده اللي عاوزين اولاد الامور يعرفوه. مفيش امتحان، ما تديش دروس بقى خالص. لا، ما هو حضرتك احنا لسه عندنا مشكله قلنا هتنحل تدريجيا. انه هيبدا يدي اولاده اللي بيدي يعني دروس من ثالثه ابتدائي لغايه ما يوصل اولى اعدادي. لا، اصل بيدي دلوقتي على النظام القديم. مش على النظام القديم. ثانيه ابتدائي وثالثه. بس هيروح اولى اعدادي. انما لا، هو طول ما هو ماشي دلوقتي على النظام القديم الى ان يتم تصفيته. وانا بتكلم على النظام الجديد. ما هو ثانيه واحده، ما ده السؤال. تصفيته امتى؟ لما يوصل اولى اعدادي. نعم. هيطبق عليه النظام الجديد. لا، مظبوط. لا، الحاله الاعداديه ما فيش فيها تعديل دلوقتي. هي التعديل وهو انت حضرتك صاعده من اسفل، يعني هتبدأي اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه، واولى اعدادي وثانيه اعدادي. يعني مش زي الثانويه العامه بدات تغير من سنه اولى ثانوي. يعني حضرتك الاعداديه بشكلها القديم هتدنها تصفي نفسها لحد ما بتاع سنه ثانيه ابتدائي. يعني احنا اولى اعدادي مش مطبق عليه نظام جديد. لا خالص، يعني احنا مطبقين اولى اعدادي واولى ثانوي. لا، ما فيش اولى اعدادي نظام جديد. سوري، اولى ابتدائي. اولى ابتدائي كي جي 1 واولى ثانوي. بالظبط. فالقديم اللي هو في ثانيه ابتدائي ده هو اللي هيطلع لحد نظام القديم، لحد اولى ثانوي، يخش السنه اولى ثانوي جديد. كويس يا حضرتك. تمام. في بقى مشكله تانية. مشاكل كتير. لا، ما انا بكلم حضرتك بقى كأم في المقام الاول. من حضرتك في الام. لا باخد المعلومات اهو. انا دلوقتي بما ان فيش في امتحانات
يعني فيش امتحانات اقدر اقول ده يسقط او ينجح. ايوه وجهه نظر الخبراء التربويين اللي واقفين مع الوزير في هذا الاتجاه وعندوها قالوا لا احنا عايزين التعليم ده فسحه ونزهه وخلاف وكلام من ده وينتقل اوتوماتيك لحد تاني اعداد يخلصه يبدا يخش اول امتحان سنه ثالثه اعداد. كويس اضمن منين اضبط الامور ازاي ان انا اخلي التلميذ يذهب الى المدرسه؟ ماذا لو تغيب وتغيب ايام كثيره؟ طب ما ده مش نفس السيستم والنظام اللي كان لا موجود قبل كده. يعني لا يعني ايه تقديرات بقى تلعب دور تقديرات هنا اعمل فيها ايه؟ اقولها لك يبقى في الحاله دي هديله تقديرات انها تقلل من مستوى بعض الشيء قد لا يهتم بها ولي الامر او الام لانه مش مستوى ضعف شويه وانه مش هيصعد ادام هو الدنيا برد ما تروحش مدرسه النهارده إيه؟ فهنا برضو عايزه ضوابط وكيف أضمن عودة المدرس إلى المدرسة مرة أخرى وخاصة في المرحلة الثانوي بعد أن هجرها الطرفان الطالب والمدرس. المدرس يعود فين؟ للمدرسة. المدرس حضرتك بعد دلوقتي في المرحلة الثانوية دلوقتي بعد أسبوع من الدراسة لا تلاقي طالب ولا تلاقي مدرس دلوقتي. احنا كنا زمان من حوالي 20 سنة يا دكتور أمنية نقول لا مدارس بعد مارس. ليه وقت ما كنا بيجي نكتب استمارات الثانوية العامة لا مدارس بعد مارس نكتب استمارات الثانوية العامة في شهر مارس خلاص أنا دلوقتي ضمنت إن أنا تقدمت بالاستمارات بتاعتي لامتحانات الثانوية العامة فخلاص الغياب اترفع دلوقتي حاليا بعد أسبوع ما تلاقيش ولا طالب في المدرسة ولا طيب. مدرس هل مش ممكن يا دكتور رأفت يوضع نظام للحضور هقول لحضرتكم هم عاملين فيها إيه بس اتفضل لما بيقولوا يعني هل الطالب هيكون تحت رحمة المعلم ولا لا فكانت الإجابة من الجماعة التربويين والمتخصصين على المشروع نفسه ده الديسكفري بقى واللي عملاه بيقولوا لا لأن المعلم دور بيقتصر على التقييم والتطبيقات التقييم التقييم والتطبيقات هدفها فقط معرفة مستوى الطالب وليس التحكم في نجاحه أو رسوبه زي ما قال رفع بيه كما أن الدرجات سوف تكون عبارة عن جيد جدا وجيد وضعيف طب دور المعلم إيه؟ يركز مجهوده على الضعفاء لتقويتهم يبقى عاوز الاداره تكون مستوعبه ايه هو دور المعلم والمعلم يكون مستوعب هو دوره واولياء الامور يكونوا مستوعبين ايه دورهم وايه اللي هم هياخدوه من العمليه التعليميه. طيب هل المدرسين